ما دايما الفوتوشوت بالنسبه لنا اثنيناتنا اصعب. واو شو هالسؤال الحلو. بحب كثير الفاشن، بحب كثير الفوتوشوتس. يبدو أنه الكيمستري بين سارة ونيكولا بمسلسل الثمن انتقلت أيضاً لأجواء الفوتوشوت، ولهيك لازم نعرف تفاصيل أكثر عنه. حد بيحس حاله شوي بلوك على الصور، ما بيقدر يعبر مثل ما كنا عم نعبر بالمشاهد. جوني ماتا كانت الستايلست وشاربي بمنصور الفوتوغرافر، اثنيناتهم أنا كثير استمتعت بالشغل معهم. اليوم بالفوتوشوت مع مين؟ مع سارة مراد، مع جان لويس سباجي، ومع كارولينا هيريرا. وخطفت سارة الأضواء خلال تصوير هالفوتوشوت يلي اختارت فيه اطلالات صيفية راقية وناعمة مثل شخصيتها. ما بتصور فيه بنت او خلق هلا، حتى يعني انه حتى الرجال ما بتصور فيه انسان مش ما بيحب شوي يكون هيك مزبط حاله ومرتب حاله. بحب كثير الفاشن، بحب كثير الفوتوشوتس. الألوان الغامقة هي ألوان المفضلة، ولكن هيدا ما منعها إنها تظهر بألوان تانية. بس أنا دايماً بروح صوب الأسود أسود أسود أسود. بحب كتير اللون الأسود، بحب الغوامق. مشان هيك بالفوتوشوت ضروري يكون في حدا عم بيقول لي لا هيدا اللون بيلبق لك لا، فعم جرب شوي اتجه نحو الألوان أكتر. ديفرنت لوكس بتظهر فيها سارة خلال مناسبات مختلفة، أكيد كان في عوامل كتير ساعدتها على هالتنوع والاختلاف. بتعرفي شو اللي خدمناه؟ التصوير، لأنه بالتصوير بتغيري تيابك كل يوم، بتغيري قصصك كل يوم، بتصيري بكاركتر تاني، ما بتلحقي حتى تلبسي تيابك بالحياة. ولو سألناكي مين بتختاري من الفنانات لتتسوقي معها؟ بختار ياسمين صبري، بتلبس كتير حلو. بتعرفي انت هذا الشيء، انا بحس الشيب تبع جسمي بيشبه الشيب تبع جسمها شوي، فكتير كتير بنبسط شوف شو لابسه. سارة مش بس ممثلة موهوبة، ولكن اكتشفنا ايضا فيها انها بتتمتع بخفة دم وتلقائية كبيرة خلال سؤالنا لها عن البيس المفضلة، وهي بتختار الاكسسوارات لتزين فيها اطلالتها. بحب كتير الخواتم، بيعطوا شيء حلو، وانا كتير بعبر بايدي اذا بعد ما لاحظته. بتصور كل المقابله عم بعمل هيك وعم بتقلي انت لا هيك، بتصور انحول قد ما حركت ايدي.